يدمن العديد من الأشخاص تناول الشاي بكافة أنواعه، حيث يمتاز الشاي باحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة، والتي تساهم في علاج الكثير من الأمراض والالتهابات. ولكن أغلب الناس يعتقدون أن الشاي يستخدم كمشروب فقط، وقد لا تصدق أن استخداماته الأخرى أكبر بكثير من كونه مشروباً لذيذ. في هذا التقرير سنقدم لكم فوائد واستخدامات مجهولة لأكياس الشاي، ابقوا معنا. معالجة الهالات السوداء. تعمل أكياس الشاي على شد الجلد والتقليل من ظهور الهالات السوداء تحت العينين، ولذلك يمكن للأشخاص الذين يعانون من الهالات السوداء اتباع الطرق التالية: قم بتسخين الماء إلى أن يصل لمرحلة الغليان، ثم ضع فيه أكياس الشاي لمدة 5 دقائق، ومن ثم أخرج أكياس الشاي من دون عصرها وضعها في كأس آخر، ثم ضعها في الثلاجة لمدة 1/2 ساعة، وبعد ذلك أخرج أكياس الشاي من الثلاجة واسترخي على ظهرك، وضع أكياس الشاي على عينيك وتأكد من تغطية كامل المنطقة تحت العينين، أبقيها لمدة 1/2 ساعة، ثم قم بإزالة أكياس الشاي واغسل وجهك بالماء البارد. معالجة الحروق واللسعات وحب الشباب. بعد الانتهاء من شرب كأس الشاي لا تقم برمي أكياس الشاي المستعملة، لأن لها العديد من الاستخدامات في معالجة الحروق والالتهابات وحتى لسعات البعوض والحشرات. فمن أجل معالجة الحروق الطفيفة أو حروق الشمس، ضع أكياس الشاي مباشرة على المنطقة المتضررة لتخفيف آلام الحروق، والشاي الأسود هو الأنسب لعلاج الحروق. وأيضاً تعمل أكياس الشاي كمطهر للجروح والخدوش أو التقرحات داخل الفم، وذلك بفضل الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في الشاي والتي تقضي على الجراثيم. وعند إصابتك بأي لسعة من الحشرات، قم بوضع ظرف الشاي المستخدم فوق مكان اللسعة ولمدة 5 دقائق، وستزول بعد فترة قليلة. ومن أجل معالجة حب الشباب، ما عليك سوى غسل وجهك بمنقوع الشاي البارد في كل صباح، وبعد عدة أيام ستلاحظ أن بشرتك أصبحت أكثر إشراقاً، ومعظم حبوب الشباب قد شفيت. استخدام أكياس الشاي في الحياة اليومية. أولاً، الطبخ. تستخدم أكياس الشاي ذات النكهات المختلفة كبديلاً للتوابل التي توضع على الحساء والخضروات المقلية. ثانياً، تنظيف الأوعية. ضع أكياس الشاي في حوض غسيل الأطباق، وسوف تعمل مركباتها على إزالة طبقة الدهون العالقة، مما يسهل من تنظيف الأطباق وغسلها. ثالثاً، لمعان الشعر. غسل الشعر بفنجان من الشاي بعد الاستحمام يعطي الشعر نعومة ولمعاناً. رابعاً، علاج الجلد الجاف، وذلك بوضع أكياس الشاي في الماء الفاتر واستخدامها على الجلد، بحيث تقوم المواد المضادة للأكسدة على ترطيب البشرة وجعلها ناعمة كبشرة الأطفال. خامساً، التخلص من رائحة القدمين والحذاء. نقع القدمين يومياً في الشاي المخمر ولمدة 20 دقيقة، يعمل على إخفاء الرائحة والقضاء عليها نهائياً. وأيضاً إذا كنت تعاني من رائحة كريهة في حذائك، فقد قم بوضع أكياس شاي جاف داخل الحذاء، وسوف تختفي الرائحة منه تماماً، لأن الشاي يقوم بامتصاص الروائح بسرعة كبيرة. سادساً، تسميد النباتات. قم برش أوراق الشاي الموجودة داخل الكيس أو ضع الأكياس نفسها حول الشجيرات، ومن ثم قم بتغطيتها بنشارة الخشب، وبعد ذلك قم بسقيها لكي تتحلل المواد الغذائية الموجودة في الشاي وتنتقل إلى التربة، والتي بدورها تحفز نمو النباتات. فالورود مثلاً تتحفز بمادة التانيك الطبيعية الموجودة في الشاي،